بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اليوم ان شاء الله هو الكلينيكال فيرولوجي. وكلينيكال فيرولوجي يعني بدنا نتكلم عن الفيروسات ونتكلم عن الديزيزز وعن الميكانيزم باي ويتش ذي برودوس ذا ديزيز وعن التريتمنت وعن البريفنشن وايضا عن الدياجنوسيس. يعني هي عباره عن دياجنوستيك فيرولوجي او ميديكال فيرولوجي. هنبدا ان شاء الله بالدي ان اي انفلوبد فيروسز. كما قسمنا البكتيريا في السابق الى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وباسيلاي كوكساي، هنا بنقسمها الى دي ان اي فيروسز وار ان اي فيروسز انفلوب ونون انفلوب. فبصير عندي اربع انواع رئيسيه: دي ان اي انفلوب، دي ان اي نون انفلوب، ار ان اي انفلوب، وار ان اي نون انفلوب. هذا ان شاء الله بمجموعه مهمه اللي هي دي ان اي انفلوب فيروس. واول فرد في هذه المجموعه عائله بنسميها هيربس فيروسز فاميلي. وكونها فاميلي يبقى فيها اعضاء كثر. ومن اشهر الاعضاء اللي موجودين امامنا الهربس سيمبلكس تايب 1، وهو صديق ملازم لكثير من البشر. الهربس سيمبلكس تايب 2 هذا ليس صديق الا للعصاة، لانه هذا بينتقل عن طريق الجنس. رقم 3 الفاريسيلا زوستر فيروس، وهذا في يوم من الايام كلنا عانينا منه او معظمنا عانى منه، اللي هو الجدل المي اللي بنسميه جدل المي او تشيكن بوكس. ويمكن لما نكبر في السن شوية نصير نعاني من مين؟ من اللي هو الزوستر. رقم 4 أطباء النساء والولادة بيخافوا كتير من هذا الفيروس، لأنه أحد الفيروسات اللي بتسبب congenital abnormalities. وشفنا في الـ classification of medically important viruses إنه CMV بينتقل من الأم إلى الجنين، الجنين عبر البلاسينتا خلال الحمل، وقد ينتقل خلال عملية الولادة، وقد ينتقل من الحليب عند الرضاعة. إذا بتذكر أن الطفل محاصر بثلاث اتجاهات. رقم 5 بشتين بار فيروس، وهو من الفيروسات المسرطنة، يعني له قدرة على إحداث اللي هو الكانسر. ورقم 6 أيضا الهيومن هيربس فيروس تايب 8، وهذا بسبب سرطان مشهور ومرتبط اما بالايدز او بذوي المناعه المنخفضه، بسموه كابوسيز ساركوما، سرطان كابوسي كمان. واصبح من الشيوع بدرجه انه لو راينا انسان عنده كابوسي ساركوما نقول انه اتش اي في. اذا مجموعه ضخمه من الفيروسات مهمه ومنتشره بشكل كبير. يعني اعطيكم مثال، مثلا رقم 3 اللي هو الفاريسيلا زوستر، في الولايات المتحدة قبل 2001 كان يعتبر the most common notifiable disease. ايش يعني the most common notifiable disease؟ الان في امراض احنا بنسميها notifiable diseases، يعني يجب الابلاغ عنها، يجب الابلاغ عنها. ايش يعني يجب الابلاغ عنها؟ انا امبارح نزلت بوست على الفيسبوك شفتوه، يمكن صارت طاعون في مدغشقر. الطاعون internationally notifiable disease، يعني لو صارت حالة في أي دولة في الدنيا يجب أن تعلم عنها منظمة الصحة العالمية، يجب أن تبلغ هذه الجهة منظمة الصحة العالمية. فكلمة notifiable يعني يجب الإبلاغ عنه. فبنقول إنه chicken pox كان one of the most common أو the most common notifiable disease في الولايات المتحدة، يمكن في كل العالم. ال common characteristics للعائلة للهربس فيروس فاميلي بشكل عام إنه كلها كأفراد شكلا تشبه بعضها البعض، يعني صعب نميز بينها بالإلكترون مايكروسكوب. رقم 2 they are icosahedral. icosahedral يعني عشروني الوجوه. surrounded by a lipoprotein envelope، وهذا الانفلوب هو الوحيد الذي أخذ من النوكليار ممبرين وليس من السيل ممبرين. تمام، يبقى الهربس فيروس فاميلي تميزت به انه الانفلوب تبعها من النوكليوس وليس من السيتوبلازم. They do not contain a polymerase، يعني بتطلع نظيفه من الخليه وبتروح على الخليه مش حامله معها حاجه، تمام؟ لا بتاخذ هديه ولا بتحمل هدايا، مفيش بوليميريز، مفيش بوليميريز. عارفين ليش؟ لانه دي ان اي فيروس وبتكاثر في النواه، وما دام بتكاثر في النواه يبقى هياخذ كل مع الادوات بتاعت التكاثر. وحنعرف من ذكائه انه اذا اراد دخول الخلية وعدم الاعلان عن نفسه، يعني كومون وهي صفة من صفات برضو الهربس فيروس فاميلي، لا يدخل الى النواة.
يبقى وين؟ في السيتوبلازم. إذا بقي في السيتوبلازم لا حيصير له ريبليكيشن ولا حيصير له ترانسكريبشن ولا حيصير له ترانسليشن، وبالتالي ما فيش بروتين تطلع منه تلتصق بالممبرين الخارجي للخلية المصابة. يبقى السيتوكسيك تي سيل ستمر على هذه الخلية ولن تعرف أن هناك فيروس يقطن داخلها. إذن هي حركة ذكية منه أنه يبقى وين؟ في السيتوبلازم في حالة الكمون، في حالة الكمون. دبل ستراند دي ان اي قلنا does not contain polymerase، بالنسبة للحجم تبعه يعتبر الثاني في الترتيب بعد البوكس فيروسز. البوكس فيروسز اللي منها السمول بوكس والفاكسينيا فيروس أكبر فيروسات، وإحنا المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن الفيروسز to vaccinate against viruses، يعني نستخدم فيروس تمام نطعن ضد فيروسات أخرى، استخدمنا الفاكسينيا فيروس لأنه حجمه كبير، أدواته الجينات تبعته كثيرة وبالتالي ممكن نستبدلها بجينات أخرى. إذن هو الهربس فيروس هو الثاني في الحجم بعد مين؟ بعد البوكس فيروس. الريبليكيشن قلنا بيتم في النوكليوس وبيكون انترا نوكليار انكلوجنز، يعني لو طلعنا تحت الميكروسكوب على خلية مصابة هنلاقي بقايا الفيروس وين موجودة؟ في النوكليوس، بسموها انترا نوكليار انكلوجن بوديز. Are the only viruses that obtain their envelope by budding from the nuclear membrane. اعتقد انه خلصنا من المعلومة هذه، انه هي الوحيدة اللي بتاخد من النوكليار membrane. فيها تيجمنت، والتيجمنت هو البروتين اللي ما بين الكابسيد وما بين الانفلوب، وقلنا وظيفة التيجمنت انها هي مخزن لريجيلاتوري بروتينز، وكلمة regulatory proteins هي البروتينات اللي بتعمل regulation مثلا للترانسكريبشن والترانسليشن، بسموها transcription and translation factors regulatory proteins، يعني بروتينات منظمة لعمليات الإكثار والترانسكريبشن. Herpes viruses are noted for their ability to cause latent infection. أعتقد أنه كلمة latent infection صارت سمة مرتبطة بمين؟ بالهربس فيروس. اللوحة اللي قدامنا فيها ثلاث نقاط مهمة، طلع عليها الأصفر على الجنب، واحد إنه نوكليار ممبرين هذا مميز، تمام؟ اثنين انترا نوكليار انكلوجنز هذا مؤشر إنه بتكاثر في وين؟ في النواة. latent infection هذه ثلاث صفات مهمة جدا من هذه اللوحة. الآن latent infection تقريبا اللوحة اللي أمامنا هي ما ذكرت لكم قبل قليل من إنه الفيروس ينجح في البقاء في السيتوبلازم وبالتالي لا يعبر عنه وبالتالي لن يخرج منه بروتينات على سطح الخلية فلن يتم التعرف عليه. طيب احنا بنقول latent يعني كامن، هل يعود مرة اخرى؟ ايش بنسمي العودة؟ reactivation. الانفكشن الاولى ايش بنسميها؟ primary infection، واي subsequent infection بنسميها reactivation، انه صار له activation مرة اخرى. غالبا الreactivation تشبه primary infection، يعني طلعت له حبة هنا تطلع له مرة تانية حبة هنا. primary infection تشبه قلنا مين؟ مع انه البعض بيقول في المراجع انه primary infection is usually more severe، انا بختلف الصحيح مع هذا القول، لانه السيفيريتي للهربس فيروس فاميلي غالبا مرتبطه بالديجري اوف اميونيتي، فلما دخل الفيروس كيف كان الوضع تبع المناعه بيكون السيفيريتي تبعت اللي هو الانفكشن. لكن الشاهد في الموضوع ان البرايمري انفكشن شبه مين؟ الرياكتيفيشن. لكن الفاريسيلا زوستر التشيكن بوكس بيغطي كل الجسم، بينما الزوستر اللي هو الحزام الناري بيغطي جزء من الجسم. ايش السبب في الاختلاف يا بنات؟ السبب في الاختلاف في البرايمري انفكشن انه ما كانش فيه انتي بوديز، فبالتالي الفيروس استطاع ان يصل الى جميع انحاء الجسم. بس في الرياكتيفيشن هو كان مختبئ في خط اللي هو النيرف، تمام؟ فنفترض انه طلع امام العرين تبعه اللي هو النيرف واستطاع ان يحدث عدوى في هذه المنطقه، لكن لم يستطع الانتشار الى باقي الجسم بسبب وجود مين الان؟ انتيبوديز. الفاريسيلا زوستر هو فيروس واحد يا جماعه، ولما بيكون اسمه فاريسيلا بيكون نفس الفيروس اللي بيكون هو
زوستر، لان ما صارش تغيير في الجينات تبعته او الانتيجينات. انما اللي صار تغيير فيه قلنا لكم انه في حاله البرايمري اللي هي الفاريسيلا تكون انتي بودي لاحقا منعت انتشاره لما ظهر بشكل زوستر، تمام؟ وفي هنا نقطه بدنا نحكي لكم اياها ونناقشها مع بعض. لما بينصاب الاطفال بالفاريسيلا اللي هي التشيكن بوكس بيكون الديزيز غالبا مايلد، مايلد يعني خفيف. لكن لو لا قدر الله انتوا انصبتوا فيه الان وانتوا ما كنتوش مصابين وانتوا صغار بيكون فيري سيفير، سيفير للكبار ومايلد للصغار. هل من تفسير؟ ايش مال المناعه بتكون انا وين افضل بتكون المناعه؟ لا المناعه بتكونش افضل وهم صغار. هو الجواب صحيح بس التفسير غلط. هي لها علاقه بالمناعه اصلا. الضرر والفيزيكلز اللي نتجت هاي ناتجه من وين؟ هاي ناتجه من انه جهاز المناعه هاز اتاكت اللي هو الاميو الفايرال انفكتد سيل. فلما مناعتي انا وانا كبير تكون عاليه الاثر تبعها هيكون عالي، بينما لو كانت منخفضه هيكون اثرها برضه منخفض. لذلك كانت مايلد في الصغار وسيفير في مين؟ في الكبار. ارجو ان تكون النقطه هذه واضحه. بعض التفاسير او بعض الجدول هذا بيناقش مجموعه من النقاط المتعلقه ب الست فيروسات اللي هما في المجموعه، مثلا الاتش اس في 1 والاتش اس في 2 والفاريسيلا زوستر، هذول بيشبهوا بعض لدرجه كبيره، فخلينا حطيناهم في نصف جدول لحالهم. اطلعوا الروت اوف ترانسميشن على العمود الاخير، هنلاقي انه فيا ريسبيراتوري سيكريشنز اند سلايفا، انما الثاني sexual contact و perinatal infection. طبعا ال perinatal يعني إلى علاقة بالولادة، الطفل بيولد لأم مصابة بالفيروس بياخذ هذا الفيروس معه. رقم ثلاثة via respiratory secretion، إذن الأول والثالث respiratory secretions، بينما الثاني هذا يونيك مميز لأنه sexually transmitted. بالنسبة للrecurrent infection الأخير بيكون زوستر، احنا قلنا الاولى الفاريسيلا والثانيه زوستر. بينما في الهربس سيمبلكس تايب 2 هربس جينيتاليس، وكلمه هربس جينيتاليس توحي بانه الهربس هذا موجود على وين؟ على الجينيتال اريا. الريكيرنت انفكشن في الهربس سيمبلكس تايب 1 هربس لابياليس، وكلمه لابياليس يعني على الشفتين، على اي من على اي منطقه من الشفتين. انسيفالايتس اعتلال الدماغ، وكيراتايتس طبعا اللي هي العين. اطلع على البرايمري انفكشن، انا بتخيل انه كان الافضل علينا احنا انه نحط اللي كان في الكرنت في الريكرنت انفكشن نحطه وين كمان؟ في البرايمري انفكشن ما عدا الاخير الفاريسيلا والزوستر، لانه بالفعل ممكن يكون البرايمري انفكشن كيراتايتس وممكن تكون هيربس لابياليس من الاساس. لكن الشيء الوحيد اللي هم محقين فيه انه يضعوه في الجدول في الريكرنت هو الانسيفالايتس. وطبعا هنا ممكن يا بنات كمان يصير في كومبليكيشن في الهربس جينيتاليس، يصير عندنا حاجه اسمها مينينجايتس. اذا في عندي انسيفالايتس في هربس سيمبلكس تايب 1، هربس سيمبلكس تايب 2 ايش هيكون عندنا؟ مينينجايتس، وبسموها اسيبتيك مينينجايتس. ايش يعني اسيبتيك مينينجايتس؟ سيبتيك يعني فيها بكتيريا، اسيبتيك ما فيهاش بكتيريا، او بالاحرى يعني كيف بنفسرها طبيا، احنا بنقول انه يطلق كلمه اسيبتيك مينينجايتس او اسيبتيك اريثرايتس على سبيل المثال على واحد عنده مينينجايتس او عنده اريثرايتس، واخذنا منه سائل سي اس اف او سينوفيال فلويد وعملنا له كلتشر ولم يخرج معنا اي شيء، ما قدرناش نعزل اي حاجه، ففي هذه الحاله بسموها ايه؟ اسيبتيك مينينجايتس او اسيبتيك اريثرايتس. طبعا لاحظوا انه كلهم بيعملوا لتنسي، واحد بيعمل في الكرانيال سنسوري جانجيليا، في اللومبر اور ساكرال سنسوري جانجيليا، والاخير بيعمل برضه في الكرانيال والثوراسيك سنسوري جانجيليا. وطبعا مكان الكمون هو اللي مكان الخروج الريكرنس. لما انا بقول في الكرانيال، وين في الكرانيال؟ يعني في الراس، مظبوط؟ في الراس يعني الوجه، الوجه يعني الشفتين والعين اللي احنا قلنا عنهم ممكن ينصابوا بالريكيرنت انفكشن. بينما
في الجينيتال هيربز الامر مختلف، المكان قريب برضه من الجينيتال. الابشتين بار فيروس والسيتوميجالو فيروس والهيومن هيربز فيروس تايب 8 نفس الفكره. البرايمري انفكشن في عندنا حاجه اسمها انفكشس مونونوكليوسيس وكونجينيتال انفكشن اللي هي الانيترو يعني في المرحله الجنينيه ومونونوكليوسيس. اليوجوال ليتنسي، وهذا على فكره حنستخدمه كمان شويه في تصنيف الهربس فيروس الى الفا وبيتا وغاما، تمام؟ وين التيشيو اللي بينصاب من هذا الفيروس. خلاص عندنا البي ليمفوسايتس، وكلمه انسرتن يعني ما عندناش، خلينا نقول معلومات مؤكده عن مكان الكومون. لاحظوا في هذا في هذه اللوحه الريكيرنت انفكشن نان في الابشتين بار فيروس، صح؟ واسيمتوماتيك شيدنج في مين؟ في السيتوميجالو فيروس. كلمه اسيمتوماتيك شيدنج يعني الفيروس بينتج من المريض لكن لا يولد اي اعراض ولا اي ضرر من هذا الفيروس. طبعا لو ما فيش ضرر وما فيش اعراض كان ما درسناهوش هنا، لكن انا قلت لكم قبل قليل انه السي ام في احد اهم مسببات الكونجنيتال ابنورماليتيز في الولايات المتحده. نسبه كبيره من الناس قد تصل الى 80% عندهم انتي بودي للسيتوميجالو فيروس. يعني احنا من 100 شخص هنا 80 عندنا حيكون سي ام في، فانتشاره واسع. لكن لا يوجد لدينا فاكسين للسي ام في، وهذا بنحط عليه علامه استفهام مع انه هو سيرو تايب واحد. يعني الحجه اللي كنا ناخذها في الأذر انه فيها اكثر من سيرو تايب، لماذا لا يوجد سيرو فاكسين لهذا السيرو تايب؟ بدي احكي شغله مهمه جدا. لما نفكر في الفاكسين لازم الفاكسين يكون له مردودين، مردود صحي، تمام؟ ونشوف هل المردود الصحي يعني مستاهل التكاليف اللي احنا ننفقها على هذا الفاكسين ولا لا، وهل هناك بالفعل مضار صحية خطيرة كبيرة من هذا الفيروس ولا لا. ليش؟ لانه احنا بنقول الاستثمار في الصحة بيجي برضو من خلال الاولويات. مين الاولوية القصوى ان ندور عليه؟ الان مثلا الـ HIV اولوية عن كل الامراض، التوبركلوسيس اولوية عن الامراض الاخرى، وبالتالي الموضوع متعلق به ايضا اولويات الريسيرش واولويات الصحة العامة بشكل عام. الاخير طبعا انا قلنا لكم انه ما بنعرفش يعني اصلا عنه حاجة الا انه بيعمل كابوسي ساركوما. الاولويات وانه هو الفيروس منتشر بشكل كبير بين الناس، وانه نسبة ضئيلة جدا من يعاني من هذا الفيروس، تمام؟ نسبة ضئيلة. لا مش قادرين يعملوا له، لانه زي ما حكينا لكم الفكرة فيه انه نسبة كبيرة من الناس مصابين اسيمتوماتيك انفكشن، يعني زي التوكسوبلازموزز. التوكسوبلازموزز على سبيل المثال منتشر بنسبة كبيرة جدا، تمام؟ لكن ما فيش اي اعراض له، ما فيش اي مضار له، فليش احنا نكلف الدولة اموال طائلة لانتاج فاكسين لمرض مثلا بسببش حالات كثيرة من الضرر للبشر. وفي كمان نقطة تانية، الجسم تبع الانسان يا جماعة بتحملش فاكسينات، يعني انا اطعمه لكل الميكروبات اللي في الدنيا، تمام؟ برضو في عنا حالة اسمها سيرم سيكنس، لو زاد تركيز الانتي بوديز في السيرم بيظهر علينا اعراض مرضية، تمام؟ يسموها سيرم سيكنس. طيب في شغلة مهمة في الهربس فيروس فاميلي اللي هو الراشز، وحاجة نسميها الفيزيكولار راشز. وكلمة فيزيكولار يعني حوالي صلاة، يعني بيكون في قشرة رقيقة شفافة من الجلد وجواها سائل. هذا السائل اما كلير او سلايتلي تيربد. كلير لانه هو اصلا كلير لانه بسموه سيروس فلويد، وسلايتلي تيربد لانه ممكن يكون في سيل ديبريز والفيروس نفسه. الفيروس نفسه بيكون موجود في هذه الفيزيكل. يبقى لما نشوف هالأحزام ناري مثلا على سبيل المثال اللي هي الزوستر هذه، كويس؟ واضحة؟ هاي مثلا في فيزيكل واضحة، وهنا في فيزيكل واضحة. طبعا الفيزيكل ما بتبدأ فيزيكل، بتبدأ احمرار زي راش وبعدين بتتكون إلى
فيزيكل بتحتوي على سائل، وممكن تنفجر هذه الفيزيكل وبعدين يصير لها كراستيشن، يصير لها قشور وبعدين تشفى تماما ولا تترك اي اثار الا اذا قمنا بحكها. وتم التهاب اخر ثانوي ببكتيريا في نفس الموقع، فبالتالي ممكن يصير في عندنا سكارينج او ندوب ناتج عن هذه الفيزيكلز. بيتميز اللي هو الفيروسات الثلاثة هربس سيمبلكس تايب 1 وتايب 2 والفاريسيلا زوستر بينهم هما الثلاثة بشكله اللي هو الفيزيكولار راشز. طبعا انا قلت لكم الفيزيكولار راش بيعتمد على الديزيز، اذا كان فاريسيلا زوستر، اذا فاريسيلا في كل الجسم، اذا كان زوستر في مكان محدد، اذا كان هربس سيمبلكس تايب 1 غالبا في منطقة الوجه، اذا كان هربس سيمبلكس تايب 2 اللي هو في المنطقة الجينيتال اري. السيتوميجالو فيروس قبل ما ننهي من اللوحة، السي ام في والابشتين بار فيروس كلاهما ما بيعملوا اي فيزيكولار راش. قلنا كما وعدناكم انه نقسم الهربس فيروس فاميلي الى ثلاث اقسام، الفا بيتا وجاما، والتقسيم مبنية على مكان تكاثر او التيشيو اللي بيستقبل مين، اللي بيستقبل اللي هم الفيروسات هذه. مثلا الالفا فيروسز اللي هم الثلاثه نفسهم اللي ذكرتهم قبل قليل، ال1 وال2 والفاريسيلا زوستر فيروس، بيهاجموا مين؟ الابيثيليال سيلز، وطبعا بيكمنوا في النيورونز. بينما الجاما فيروسز اللي هي الثالثه اللي بتشمل الابستين بار فيروس والهيومن هيربس تايب 8، they infect and become latent primarily in lymphoid tissue. إذن epithelial lymphoid tissue. طب اللي في النص اللي هي البيتا، variety of tissues، يعني أنسجة مختلفة ومتنوعة، وبالتالي يعني ما بنقدرش نحصرها في نسيج محدد. منها السي ان في، يعني السي ان في مثلا من الأماكن المفضلة له الكلية، كدني. الآن الكدني الترانسبلانت، مش نقول انه الكدني ترانسبلانت احد الاشياء اللي صارت جزء من نقل السي ام في، فبالتالي يعني لازم يكون في فحوصات للدونرز. تمام، ليش الان احنا خايفين؟ قبل شوي احنا كنا بنطمنين الناس وبنقول لهم انه ما بيلزمش فاكسينيشن لانه المرض ضعيف بسببش خطر. تنسوش لما بننقل احنا ترانسبلانت لمريض احنا بنعطيه اميونو سوبريسيف ايجنت، احنا بنثبط له جهاز المناعه. يعني الفيروس اذا كان موجود في الكليه الجديده اللي نقلناها حينشط ويتكاثر دون ما حسيب او رقيب، وبالتالي قد يحدث ضرر لهذا المرض. طبعا انتم بتعرفوا انه في غزه صار في عندنا كيدني ترانسبلانتيشن، كل سنه بيجوا مجموعه من الاطباء العرب والفلسطينيين في معظمهم من فرنسا ومن بريطانيا، وبيعملوا عمليات زراعة كلية، لكن لحد الآن الفحوصات بتتم خارج البلاد، وفي مساعي حثيثة لإنشاء مختبر وتقريبا شبه جاهز لأنه يعملوا ماتشنج ويعملوا تيستنج اللي هو الدونرز لخلوهم من الأمراض اللي ممكن تنتقل بالترانسبلانت. طيب هذا كمان جدول حلو، وجمال هذا الجدول بانه بيجمع لي بعض الحقائق مع بعضها. طلعوا لي على الانتي فايرال ثيرابي، اسايكلوفير اسايكلوفير اسايكلوفير، لمين؟ للالفا، للالفا، للثلاثة اللي احنا ذكرناهم الفا اللي هم الهربس سيمبلكس تايب 1 وتايب 2 والفاريسيلا زوستر. كمان الثلاثة احد الوسائل المهمة جدا لتشخيصهم هو الكالتشر، سيل كالتشر. بالنسبة للفيتال أو نيونيتال إنفكشن، بس الهربس سيمبلكس تايب 2، لأنه زي ما حكينا لكم وهو ده خارج الطفل ممكن يأخذ من الأم الفيروس، لكن تايب 1 والفاريسيلا ما فيش خوف من انتقالهم من الأم إلى المولود الجنين. بالنسبة للجاند سيل بروديوست، طلعوا 1 2 3 4 4 يس، والإبشتين بار فيروس والهربز هيومن هربز فيروس تايب 8 ما بيعملوش. عارفين ليش؟ لانه التنين سبيسيفيكالي
بيروح على مين؟ على الليمفويد تيشو. واصلا شغلهم سرطانات، هذول متخصصين في السرطانات، مش متخصصين في انهم يعملوا مولتي نيوكليتد جاينت سيل. من اللطيف اسم السي ام في، سايتو ميجالو فيروس. عارفين ايش معناته بالعربي؟ الفيروس المضخم للخلايا. احنا نتكلم عن جاينت سيلز، وبالتالي اسم الاسم الفيروس اخذ من شكل السي، شكل السي بي اي على السيل كلتشر. سي بي يعني سايتوباثيك افكت. طيب في عندي في الكلتشر هنا في عندي حاجه اسمها هيتروفيل، شفتوها؟ هيتروفيل. وفي دي ان اي بروبس، دي ان اي بروبس يعني بالموليكولار تكنيكس. لكن ايش يعني الهيتروفيل ولمين؟ للابشتين بار فيروس. الهيتروفيل معناها انتي بودي بيتفاعل مع انتيجين ليس سبب انتاجه. نعيدها، انتي بودي المفروض بيتفاعل مع الانتي بودي، مع الانتيجين اللي سبب خروجه، صح ولا لا؟ بكون سبيسيفيك. لقينا انتي بودي، لقينا انتي بودي بيتفاعل مع انتيجينات اخرى غير اللي سببت انتاجه، فسموها هيتروفيل انتي بودي. طبعا هذا الكلام ينطبق على مجموعه، لكن هذا الفحص اخذ الاسم الوحيد اللي اخذ الاسم هذا الفحص، اسمه هيتروفيل انتي بودي تيست. وبنشخص فيه مين؟ الابشتين بار فيروس. طبعا هو مش فحص دقيق لكن موجود. لا لا، انا بكون عندي انتيجينات محدده وباخذ من المريض سيرم، تمام، بكشف بالانتيجينات المحدده اللي عندي هذه عن هذا الانتي بودي، تمام، اللي احنا سميناه قلنا هيتروفيل بسبب انه بتفاعل مع انتيجينات اخرى غير الانتيجين اللي سبب انتاج. يعني الكروس الاكتيفيتي تبعته مالها عاليه جدا. تيومر هيربس فيروسز، احنا ذكرنا قبل قليل سنقول انه في بعض الفيروسات مش متخصصه انها تعمل جاينت سيل، وانما متخصصه في الليمفويد تيشو وممكن تعمل سرطانات. مثلا الابشتين بار فيروس is associated with Burkitt's lymphoma. اقرأوا لي بالله الجملة الأولى قبل. Certain herpes viruses are suspected. طبعا الجملة هذه بندرسها من كم سنة، من سنين، وبنقول suspected. اللغة العلمية لغة ليست لغة قطعية يا بنات، لغة مشككة، ويجب أن نتعلم هذه اللغة، يجب أن نتعلم هذه اللغة. الجملة اللي بعديها على طول بتقول إبشتين بار فيروس is associated with Burkitt's lymphoma. إيش يعني associated؟ مرتبط، يعني لما بنلاقي Burkitt's lymphoma بنازل منها هذا الفيروس. لكن لحد الآن مش واصلين لكونكلوسيف لكوز أند إفكت، إنه نقول إبشتين بار فيروس is the cause of Burkitt's lymphoma. خايفين يكون في عوامل أخرى إحنا لسه ما اكتشفناهاش. فهذا هذا ما قصدته من اللغة العلمية الغير قطعية، لأنه إذا قطعنا بالكوز أند إفكت أنا وقفت أي نوع من الريسيرش بهذا الشأن. لا، خلي الناس تبحث وتتأكد من هذا الأمر. إذا بيركتس لينفوما وأن نازو فارنجل كارسينوما، فيروس واحد اسمه إبشتين بار فيروس. الهيومن هيربز تايب 8 قلنا لكم بسبب اللي هو كابوز الساركوما، اللي لما ندرس الإيدز إن شاء الله حنطلع عليها بشكل جيد. Several herpes virus causes cancer in animals. كثير من الهربس فيروس بتسبب سرطانات في الحيوانات، مثلا لوكيميا في القرود، تمام، وليمفوماتوسيس في الدواجن. اذا ايضا الحيوانات بصير فيها كانسر، وقد يكون سبب هذا الكانسر هو الفيروس. كمان مرة أنا عملت محاضرة قبل فترة في يوم دراسي للسرطان في الجامعة، وتحدثت فيه عن مسببات السرطان الميكروبية، وحصلنا على معلومات يعني تفيد أنه السرطان ممكن ينتقل لحاله، السرطان نفسه ينتقل. احنا نعرف أن السرطان غير معدي، السرطان غير معدي، لكن في إيفيدنس بدأت تظهر معانا أنه هناك بعض أنواع من السرطان في الحيوانات، بعض أنواع من السرطان في الحيوانات قد تنتقل من حيوان إلى حيوان دونما انتقال المسبب اللي هو الفيروس، تمام؟ في كمان حكينا عن سرطان مثلا
لحيوان اسمه تزمانياز ديفل، شيطان تزمانيا. شيطان تزمانيا حيوان صغير هيك يشبه الكلب من الجرابيات، بتعرف شو الجرابيات اللي هي زي الكنغر اللي بتحط المولود تبعها في الكيس. هذا الحيوان شبه يعني قرب انقرض في مناطق في استراليا، في تزمانيا في استراليا. لقوا انه الكلاب لما بتلعب مع بعضها ما هي بتلعب بالعض برضو ولا لا، ففي فيروس بينتقل من المصاب الى السليم وبيحدث له سرطانات. ففي السرطانات في الحيوانات موجودة وموجودة بكثرة، وهنا شايفين احنا لوكيميا in monkeys والليمفوماتوسيس in chicken. طيب نيجي لأول عضوين في المجموعة اللي هما herpes simplex type 1 و type 2. هل هناك فروقات بين التنين بشكل بالتركيب؟ لا يوجد، إلا بالانتيجينيسيتي، يعني كل واحد فيهم له انتيجينات مختلفة عن الآخر. رقم اثنين اللوكيشن اوف ليجنز اباف ذا ويست وبيلو ذا ويست زي ما ذكرنا في السابق. وهذه يمكن اللوحة بتوضح لنا الفروقات الأهم بين التنين. اطلعوا لي على السنترال نيرفوس سيستم كومبليكيشنز. الأولى قلنا عنها انسيفالايتس والثانية مينينجايتس. النيونيتس غالبا لا تصاب، على الرغم من انه طريقة الانتقال الهيربس سيمبلكس تايب 1 للأطفال غالبا بتتم من الكبار عبر التقبيل. يعني واحد بيكون مصاب بهيربس سيمبلكس تايب 1 وبيقبل الطفل فبينقل له الفيروس. بينما في الهيربس سيمبلكس تايب 2 بينتقل عن طريق مرور عبر قناة قلنا الولادة. الآي نعم تايب 1 بسبب كيراتو كونجكتيفايتس، وهي كونديشن صعب، يعني الأصل انه يكون إلو عناية خاصة هذا المرض. بينما في التايب 2 ما فيش عندنا هذه المشكلة. الماوث طبعا في الفم ممكن يكون جينجيفوستوماتايتس، يعني في الفم في راشز لا تايب 1، لكن تايب 2 ما فيش راشز. الجملة الأولى اللي هي قلنا above the waist وbelow the waist. تكرار لما ذكرناه، acute gingivostomatitis، recurrent herpes labialis اللي احنا بنسميها تقرحات البرد، يعني لما واحد بيكون عنده حمى او بسموها fever blisters، لما بيكون عنده حمى وبيطلع له الحم هذا الخارجي، الحم الخارجي هذا اذا حدا طلع له يعرف انه هو عنده herpes simplex type 1، وهذا سيبقى معه الى الابد، يعني حيموت معك. تمام، هذا الصديق اللي مجبر احنا مجبرين عليه. ليش مجبرين عليه؟ لانه حتى لما بيخف بروح، هو بروحش مختفي كامن، واحنا في الطب ليس لدينا اي تقنيات او اي مهارات في بنعالج بنمنع حدوث لكن لا نستطيع اخراج حالة الكمون من جسم الانسان. اذا فيروس كامن ليس لدينا في الوقت الراهن اي امكانية لإخراج هذا أو تخلص من هذا لكم. كيراتو كونجكتيفايتس and انسيفالايتس. الهربس سيمبلكس تايب 2 ثلاثة مشهورين فيهم، جينيتال هربس، نيونيتال هربس، وأسيبتيك مينينجايتس ككومبليكيشن اللي ذكرناها قبل قليل. كمان شغلة بتساعدنا في التفريق بينهم حاجة اسمها restriction endonucleases. ايش يعني endonucleases؟ اللي هي restriction enzymes اللي بتقطع الDNA، مزبوط؟ وانتوا عارفين انه كل restriction enzyme له سايت محدد، sequence محدد بيقطع عنده. تخيلوا جبنا اربع دفعات من نفس النوع من البكتيريا، اربع دفعات من نفس النوع من البكتيريا، اخذنا الجينوم تبعها، اخذنا الجينوم تبعها، اخذنا الجينوم تبعها، وحطينا عليهم نفس الانواع ونفس العدد من مين؟ من الريستريكشن انزيم، ودخلناهم جل الكتروفوريسيس. يا هل ترى القطع تبعتهم هتختلف؟ الباترن النمط تبعهم هيختلف ولا هيكون نفس النمط؟ هيكون نفس النمط، لان انا استخدمت نفس الماده الوراثيه ونفس الريستريكشن انزيم.
حاجه بنسميها فينجر برينتنج، بس مش فينجر برينتنج بصمات اصابع، بنسميها دي ان اي فينجر برينتنج. اذا نستطيع من خلال الريستريكشن ان ذا نوكليزز ايضا نميز بين الهربس تايب 1 والهربس تايب 2. وكما ذكرنا في اللوحات السابقه انه ممكن نميزهم من خلال الانتيجينيسيتي باستخدام مونوكلونال انتي باديز. على الرغم من انه المعلومه يعني المفروض انها تكون مهمه، الا انه قدره الميكروب على الكمون تجعل من هذه المعلومه غير مهمه، انه الهيومنز ار ذا اونلي ناتشرال هوست فور اللي هو الهربس سيمبلكس تايب 1 اند تايب 2. لو في البكتيريا، اذا عالجنا البني ادمين المصابين بالبكتيريا بنكون خلصنا على المرض من كوكب الارض. لكن في الفيروسات اللي تعمل لتنسي، انا بعالجهم بس بقدر اخلص اللي تنسي؟ بقدرش. وحنشوف في السي ام في، انه قلنا لكم اكثر من مره، في السي ام في في عندي حاجه اسمها اسيمتوماتيك شيدنج، يعني الشخص ليس لديه اي اعراض لكن ماشي وبينشر مين؟ السي ام في. احنا كنا زمان نقول البكتيريا انجح المخلوقات. مين انجح المخلوقات؟ الفيروسات. مين اكثر المخلوقات عادة على كوكب الارض؟ الفيروسات. تمام، تخيلوا، وبقولوا انه هي الادنى في السلسله. مين الادنى في السلسله؟ طلعنا احنا ولا لا؟ احنا اقل من الصراصير اللي موجوده في انتوا عارفين في مقوله على موضوع الحشرات، حشرات من انجح المخلوقات ايضا في البقاء. واحد العلماء بيقول ان اردت ان يعني تبقى حيه لفتره طويله فاختبئ داخل حشره، اختبئ داخل حشره، دلاله على انه الحشرات لديها المقدره. انتوا بتشوفوها في البيوت نظيفة ومرتبة وكل شيء كراميكا وقزاز وكذا، ومع ذلك إلا نلاقي حشرات جاية عنا في البيت. فهي عندها المقدرة على تعيش بشكل يعني ملفت للنظر الصحيح. HSV1 is transmitted primarily in saliva عن طريق اللعاب، وهناك التقبيل أحد الطرق، بينما الهربس سيمبلكس تايب 2 بينتقل mainly عن طريق السيكشوال كونتاكت. ولهذا السبب بنلاقي انه الاعراض تبعت الهربس سيمبلكس تايب 1 في الفيس، بينما الهربس سيمبلكس تايب 2 بتكون بلو، قلنا ذا ويست في الجينيتال اريا. الحين احنا مفترضين انه انا في عندي فيزيكل، صح؟ الفيزيكل هذه مغطيه لسه، السائل اللي جواها ما طلعش برا. تمام، لو انفجرت جزء كبير من الفيروس اللي موجود جوا حيصير موجود في هذا السائل. لو هذا السائل لامس اي شخص اخر اكيد حيكون ايه؟ انفكشس. هذا امر مفروغ منه. المشكله وين؟ اذا ما فيش فيزيكلز، يا هل ترى هل الانسان بينتج الفيروس ولا بينتجش الفيروس؟ في معظم حالات السيفلس الجنسي او اللا جنسي اللي هو الهربس سيمبلكس تايب 1، وارد ان الانسان اللي ما عندوش اعراض كان شد يعني بينتج او بيفرز او بيرمي فيروسات، وان كان عدد قليل، لكن في الحالتين ممكن يكون معدي، في الحالتين ممكن يكون معدي، يعني في حاله الاكتيف وفي حاله ان اللي نون اكتيف. الاتش اس في 2 طبعا في اوروبا والولايات المتحده ازداد في السنوات الاخيره، واي مرض جنسي اصلا بيزداد. وخلينا انا اقف يعني لحظة عند الأمراض الجنسية. الأمراض الجنسية المنتقلة عن طريق الجنس منتشرة بشكل كبير في أوروبا وأمريكا وفي كل العالم اللاديني، تمام، والغربي، حتى في البلدان اللي فيها انحلال خلقي من البلدان الإسلامية أيضا الأمراض الجنسية منتشرة فيها بكثرة. والجميع يعلم أن ممارسة الجنس خارج العلاقة الزوجية الطبيعية هي السبب الرئيسي، إلا أنه شيطانهم يخبرهم بأنهم ينتقوا عبارات لطيفة مثل practice safe sex، يعني استخدموا الواقي مثلا لكن لا تمتنعوا عن الممارسة الجنسية. للأسف هذا هو الموجه الرئيسي لازدياد حالات الأمراض الجنسية. ما زالت الجونورية مسيطرة، ما زالت الكلاميديا مسيطرة، الـ HIV مسيطر، السيفلس مسيطر، وعندنا الهربز جينيتاليس ايضا مسيطر. فنسب كبيره من
الناس في أوروبا أو أمريكا أو العالم قلنا اللاديني غالبا مصابين بأمراض جنسية كثيرة. فلما نسمع أنه في ازدياد في الحالات الأمراض الجنسية أمر غير مستغرب. 80% of people في الولايات المتحدة are infected with HSV-1. HSV-1 مش مرض جنسي، لكن 80% منهم مصابين فيه. الآن 40% من الناس المصابين من 80% بصير عندهم reactivation at least once in their lifetime. كلمة reactivation أنا أعتقد أنكم شفتوا إيش يعني reactivation في الهربس سيمبلكس تايب 1 ولا حاجة. بلستر صح؟ اللي هي الحبة اللي طلعت لنا أو الحمى اللي طلع لنا وانتهى الموضوع. لكن في الجنسي قد يصل إلى قلنا meningitis وخاصة by repeated infection. طبعا حالات الهربس سيمبلكس تايب 1 غالبا تحدث في سن مبكرة عند الأطفال، بينما الهربس سيمبلكس تايب 2 لأنه بينتقل عن طريق الجنس فبيكون عند اللي هو مرحلة البلوغ. تقريبا يمكن اللوحة هذه حكيناها، لكن اللي تنسي مين اللي بيخلي بيعمل له تريجرينج يعني يصحيه من النوم. هو الآن كامن وغير نشط ولا يعبر عن نفسه. من الذي أو ما هي الأحوال التي يمكن لها أن تستثير هذا الفيروس للرياكتيفيشن؟ واحد، sunlight، تعرض للشمس الحارقة لفترة طويلة. اثنين، وهذا على فكرة بيؤدي إلى الجفاف، وحتى لو ما تعرضناش للشمس الحارقة وصار في جفاف، تمام؟ يعني مثلا في مرحلة الصيام في رمضان وكان الإنسان نشط لفترة طويلة وعطش كتير، جف الحلق تبعه والشفايف، قد يظهر ويصير له activation، تمام؟ hormonal changes، تغيرات هرمونية في فترة الدورة الشهرية أو في انتقال من السن الطفولة إلى سن البلوغ أو سن اليأس، يعني أي هرمونال changes ممكن تؤدي لهذا الموضوع. تروما، خبطة، تمام؟ ستريس، توتر، امتحان، كويز، الجوال فيش انترنت، منيه؟ and fever، الحمى أيضا كمان عامل مهم جدا من العوامل اللي ممكن تعمل تريجرينج للرياكتيفيشن. الاميونيتي غالبا بسموها تايب سبيسيفيك، يعني اذا اخذنا فيروس واحد حيصير عندنا اميونيتي لمين؟ لفيروس واحد. اذا اخذنا اثنين حيصير عندنا لاثنين. لكن يوجد سم هاو كروس بروتكتيف، يعني خلينا نقول جزء من الكروس بروتكتيفيتي، يعني اذا انصاب بواحد بيحميه جزئيا ولكن ليس كليا من النوع الثاني. سميناها some cross protection exist. السيل mediated immunity هي الأهم على الإطلاق في حال الهربس فيروس فاميلي. وكيف عرفنا هي الأهم على الإطلاق؟ لما عملنا لها suppression للسيل mediated immunity صار فينا severe cases of herpes simplex type 1 and type 2. والمرة الجاية إن شاء الله بنكمل مع هذه الفيروسات.